وفي المجموعة الثانية فاز منتخب نيجيريا بهدف صفر على منتخب زامبيا في المواجهة التي احتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. هدف المباراة الوحيد وقع هو اللاعب فافور دانيال في الدقيقة 76 من عمر اللقاء لصالح النصر. لقد حققنا فوزا مهما بفضل العمل الجاد. فرق قوية جدا في هذه المنافسة. كرة القدم يجب فيها التحضير الذهني لكل مقابلة. نحن نعمل على هذا الجانب حتى نكون أقوى في كل مواجهة. يجب علينا تصحيح بعض الأخطاء التي شاهدناها اليوم والاستعداد كما يجب للمباراة القادمة. لقد سجلنا عدة نقاط يجب العمل عليها مستقبلا حتى نكون أقوى.